ازاي تنظف ودنك من الشمع بالكامل في 3 ايام من غير ما تروح للدكتور؟ سألت نفسك قبل كده ايه فايدة الشمع اللي بيطلع في ودنك؟ طب ليه بيزيد؟ وازاي اقدر انظف ودني من غير ما كل شوية اروح للدكتور واحجز عند الدكتور وادفع مصاريف كتير قوي؟ لو انت مهتم بالاسئلة دي واجابتها وعندك مشكلة شمع في ودنك يبقى الفيديو ده لازم تشوفه. جاهز نبدأ؟ يلا بينا نبدأ. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من جوه الصيدليه. شمع الاذن بيساعد على حمايه الاذن من الاوساخ والاتربه، وبيمنع دخول اي حاجه لجوه، حاجه زي ايه؟ حاجه زي الحشرات لا قدر الله. وسبحان الله الافرازات دي مره، فبتعتبر منفره لكثير من الحشرات، ولو كانت غير كده كنا ما قدرناش نعيش. ودي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى ان الشمع ده بيعتبر كخط دفاع بيحمي جسمك من الالتهابات والعدوى، وبيحمي جسمك انها تدخل اي حاجة لجوه. الشمع في حد ذاته مش محتاج تنظيف، مش محتاج انه يتنظف بانتظام او تشغل بالك بيه اصلا، لان الجسم بيبدأ يخلص منه بشكل تلقائي. من الممكن ان الشمع ده ياخد اكتر من لون، ممكن يبقى لونه اصفر وممكن يبقى جري وممكن يتحول حتى البني او حتى اللون الاسود. من الممكن للجسم انه ينتج كميات كبيرة من الشمع، وده بيحصل في حالات لما بكون متوتر او قلقان او خايف. في الحالات دي بعض الناس ممكن يحصل لهم انسداد في الاذن لما الشمع ده بيزيد افرازه وبينشف. كتير من الناس متعودين مننا ان احنا نديهم علاج سحري، وانا مش هخيب املكم النهارده، هديكم علاج سحري وبسيط وسهل جدا من جوه الصيدليه، وفي حاجات متوفره في البيت. اول حاجه عشان نغسل الشمع ده ونغسل ودننا ونفك الشمع ده من بعضه، هنجيب بيكربونات الصوديوم. هنجيب معلقه بيكربونات الصوديوم ونحطها على كوباية مية، بعد كده نجيب سرنجة من غير الإبرة ونبدأ نسحب المية ونبدأ نحطها أو نغسل بيها الودن. هنعمل الموضوع ده مرتين في اليوم، وبعد ما نغسلها نبدأ ننشف الودن. إيه فايدته؟ فايدته إن هو البيكربونات دي بتفك الشمع اللازق ده من بعضه. هتيجي قبل ما تنام حضرتك أو حضرتك وتجيبي قطنة صغيرة وتلفيها وتبدأي تحطي عليها كام نقطة من زيت الزيتون أو زيت اللوز من عندك. زيت الزيتون بس تخليها، وتبدأي تحطيها جوه الودن بشكل ان هي تبقى داخله جوه، وتنامي وتسيبيها وتصحي الصبح. اول ما تصحي الصبح تشيليها. لو انت كنت مستخدمه البيكربونات وحاطه زيت الزيتون، وانت لما صحي الصبح هتلاقي وانت بتشيلي القطنه هتلاقي الشمع بينزل من ودنك او من ودنك. ثالث حاجه، هتجيب قطره من الصيدليه حاجه اسمها دي واكس، تحط منها 3 نقط في كل ودن 3 مرات في اليوم لمده قد ايه؟ لمده 5 ايام. طبعا زي ما احنا قلنا ان الشمع ده فايدته ربنا عامله عشان حماية من العدوى او حماية من الالتهابات ومن كل الحاجات دي. لما انت هتشيله يبقى احنا لازم ناخد في الوقت ده قطرة مضاد حيوي. هنبدأ نستخدم قطرة المضاد الحيوي بعد يومين من الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي. عشان ايه؟ عشان خاطر تحمي من ان يحصل لك عدوى بكتيرية لا قدر الله. برضو هنستخدم 3 نقط في كل ودن، استخدمهم 3 مرات في اليوم. هنشوف دلوقتي على الشاشة الروشتة كاملة للناس اللي حابة تاخد سكرين شوت وحابة تروح الصيدلية، ممكن تجيب الحاجات دي مع الروشتة زي ما احنا متعودين. يبقى احنا وصلنا لنهاية الحلقة. الموضوع كان بسيط وكان سهل، واتمنى ان هو يفيد ناس كتير ويسهل عليهم مصاريف كتير كانوا بيعملوها وكانوا بيدفعوا. دمتم في صحة ودمتم في عافية ودمتم في رعاية الله وأمنه. كان معاكم عمرو أبو بكر من جوه الصيدلية. أشوفكم الحلقة الجاية.